من بعد ما وصلت على البلد حاولت اوريدي اتصل فيه لفاضل لخبره بالخطه تبع عمر، حتى كمان فكرت اني اخبر السلطات هون. هلا في ساره البنت اللي بتشتغل بالوكاله وكمان بنته لفاضل، هن اوريدي عارفه بالموضوع وشاهدين عليه، بس هلا نوميديا ما بعرف شو اللي شاهدين. ساره تبع البنت تبع الوكاله وكمان بنته لفاضل. هلا نوميديا رفضت تعطيني رقم ابوها، يعني طلبته اكثر مره رفضت تعطيني اياه، ما عرفت ليش. بس الفكره انه انا ما كان نوميديا هي اللي رفضت. رفضت تعطيني الرقم، فما قدرت انه احكي لها القصه لنوميديا لانه ما كان فيني اضمن رده فعلها ولا اعرف شو ممكن تعمل او تتصرف، فاضطريت اني اكمل مع عمر هيك لحتى التقيت بفاضل. اوكي مدام هدى، قد تروحي؟ بس الباسبور هذا يبعد عنه، ركيه ممنوعه من السفر حتى يكمل التحقيق. اوكي، يعني بالاخير انا تحت امركم وتحت امر العداله. بس مثل ما قلت لك من الاساس، القصه كلها انا ضدها من الاول، وفعلا ما كنت ماشيه برغبتي، كنت اوريدي عم بعمل كل شيء بالغصب، طبعا هذا كله نتيجه التهديد والترهيب اللي تعرضت له من عمر. فهمتك. شكرا، تفضلي. شكرا. مع السلامة. سيدي ابدعوا.